شهر رمضان هو التحدي الأكبر بحق لامتحان الإرادة البشرية، وفي الصيام والقيام وعمل الخير تنقية للنفس من أخطائها الكثيرة. الصيام في الإنسان يخلق نوعا من الشفافية يجعله يصل إلى أعماق قد لا يدركها، ويعطي دفعة روحانية للصائم تظهر علاماتها في هذا التذوق المرهف. مرحبا بشهر الخير والعطاء، شهر الصلاح والتقوى، وشهر العبادات والطاعات والتقرب إلى الله عز وجل. في هذا الشهر المبارك يتسابق المسلمون لكسب الأجر والثواب والفوز بجنة الرحمن، ففيه تكثر الطاعات والعبادات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أحييكم عبر البرنامج الرمضاني. رمضان كريم وصوم مقبول وذنب مغفور بإذن الله تعالى. البداية الجديدة والمتجددة دائما مع المهندس رشيد العريقي الناطق الرسمي لقطاع الأرصاد في الهيئة العامة للطيران المدني. باش مهندس رشيد، السلام عليكم. إن شاء الله سوف نعود الاتصال بالمهندس رشيد العريقي ليحدثنا عن أجواء الأمطار التي من الله سبحانه وتعالى
علينا على اليمن قبل حوالي أكثر من أسبوعين، حيث هطلت أمطار غزيرة على صنعاء ومأرب وأيضا على عدن، وشاهدنا أيضا ذلك التكاتف المجتمعي وتلك الصورة الجميلة التي قام بها بعض الناس في إنقاذ بعض المصابين والذين تعرضوا للسيول. يعود إلي مجددا من صنعاء المهندس رشيد العريقي الناطق الرسمي لقطاع الأرصاد في الهيئة العامة للطيران المدني. باش مهندس مساء الخير. مساء النور يا صديقي، احييك واحيي كل طاقم البرنامج وكل مشاهدينا الكرام متابعي برنامجكم. شكرا يا باشمهندس. بلادنا تعرضت لأمطار غزيرة قبل أكثر من أسبوعين، هناك محافظات لم تصل إليها هذه الأمطار، هل وصلتها هذه الأمطار؟ نعم أخي عزيزي صبري، طبعا وصلت الأمطار أيضا خلال اليومين الماضيين، والتي كانت بعضها غزيرة خارج محطات الرصد الجوية، وذلك في العديد من محافظات بلادنا خاصة الجبلية، وتدفقت أيضا واستمرت طبعا تدفق السيول في بلدان في العديد منها، كما حدث في إب وصنعاء ودمار وريمة، كانت غزيرة وسيول أيضا تدفقت على هذه المحافظات، كما هطلت أمطار على صعدة وأجزاء من الضالع وعمران، فلله الحمد والمنة، وفعلا امتدت الامطار لبعض المحافظات التي لم تحصل عليها امطار من سابق وخلال اسبوعين الماضيين، كما حدث كما كان ذلك في محافظه الخليج سقطرى، في سقطرى خاصه في حديده هطلت امطار ما بين الخديجه والمتوسطه الشده، وكذلك غرب وجنوب غرب الخليج الخليج سقطرى، كما هطلت امطار برضو ايضا نقول نادره وهي في الفريده مدينه الفريده يوم امس تشكلت شعب خفيفه وهطلت هناك امطار خفيفه في التبليغات. طيب يا باشمهندس، لو تحدثنا عن ابرز التنبؤات والتحذيرات التي يصدرها الارصاد الجويه ليومنا هذا. نعم، يومنا هذا في نشرته التحذيرية توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار المتصلة بشدة من فوق العواصف الرعدية خاصة على أجزاء من محافظات بلادنا الجبلية الغربية عموما، وتمتد شرقا نحو أجزاء من الهضاب الداخلية لتشمل أجزاء من مرتفعات الضالع ولاحق وأبين والبيضاء وشبوة ومارب، وذلك خلال تفاسير الظهيرة والمساء، قد تمتد هذه الامطار خلال فترات متاخره من الليل، كما يتوقع ان تشمل الامطار المناطق الساحليه والمناطق ايضا المحاذيه لها، وكذلك في على اجزاء من الخليج سقطرى، وقد يتوقع ايضا لما تجد الوطن الارصاد الجويه تشكل جابوره المائيه والضباب على محافظات حجه والمحويه وريمه وعيب وسرد والطالع ولح، ولا يزال المركز الوطني للارصاد الجويه يحذر القاطنيه المحافظات الآن في الجتر والتي من المتوقع هطول أمطار فيها من تفوق السيول بالتهاب والمكياه، وانصح بعدم التواجد في بطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار. جميل. كما ينصح الإخوان المواطنين بعدم استخدام الهواتف النقالة وكذلك الأجهزة الكهربائية والاحتماء في أماكن آمنة وذلك أثناء العواصف الرعدية، كما يحدد الإخوان السائقين من ثبات الطرقات والمحجرة الجبلية من التجني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الشهب المنخفضة وكذلك الشابورة المائية والضباب، ولمدى أيضا من الانهيارات التقنية التي بسبب قد تحدث بسبب استمرار هطول الأمطار في المحافظات الجبلية، كما ينبه الأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللاذعة أثناء فترة الظهيرة، فقد تصل درجة الحرارة إلى أكثر من 20 درجة مئوية كما هو الحال في مدينة سيون وفي محافظة حضرموت. نعم أخي الطبري. طيب يا باشمهندس، بعد تلك الأمطار الغزيرة التي هطلت وتلك السيول الجارفة، هل تتوقع المزيد من هطول الأمطار خلال الأيام القادمة؟ وأيضا ما هي نصيحتك للمزارعين كون المزارعين هم الأكثر تضررا جراء هذه السيول الجارفة؟ أشكرك أخي صبري على هذه الأسئلة القيمة، فعلا
طبعا احدى المديلات النماذج العدديه او النماذج العدديه للشخص تبين ان الفتره القادمه ايضا ستشهد بلادنا امطار قد تكون غزيره بل غزيره جدا وستغم اغلب المحافظات اليمنيه وبما فيها المحافظات الشرقيه والخليج في فتره ودانته في بدايه مايو. فعلا نحن لا نزال وانتم كذلك حاملي هذه الرساله الطيبه بان الاخوه المواطنين عليهم اخذ الاحتياطات اللازمه من الان واخذ العبره لكلنا مضى من الامطار والسيول التي ادت الى اضرار طبعا بشريه وماديه. هنا ايضا سؤالك طبعا حول المزارعين، هنا علينا التفكير بشكل جيد وضروره ضروره الاستفاده وهي الاستفاده المطلوبه من موسم الامطار هذه. فمثلا هنا علينا تنظيم وترميم السواقي وقنوات طبعا الري اولا باول وقف ايضا المياه مباشره من داخل البيوت المحميه. هناك مزارع طبعا محفوظه تحت البيوت المحميه عمل ضروره عمل حوادث ترابيه تمنع دخول المياه في البيوت المحميه كي لا تتضرر المحاصيل الزراعيه. كما ايضا ننصح بتخفيف كميه الري والتباعد بين الريات حتى تضيق الارض وتصبح النبات بحاجه فعلا ضروريه للمياه وبالتالي يساعدها هذا الامر على النمو بشكل جيد والاستفاده من هذه الزراعات. ايضا هنا يعني ينبه رعاة الاغنام والماشيه ضروره ايواء هذه الحيوانات وعدم تركها في ممرات السيول خاصه في مناطق الراعي البدو والرحل وغيرها كما سيحدث خلال الايام القليله القادمه باذن الله تعالى. طيب يا باشا مهندس، المركز العالمي للارصاد يعني كما اطلعت على بعض اخباري بانه يعني قلق جدا بان هناك تغييرات مناخيه قادمه سوف تشهدها اغلب دول العالم، ما صحت هذه المعلومات؟ واخي صدري شخصيا انا من الناحيه الشخصيه هي اظن انها ليست تغيرات بمعنى التغيرات المناخيه ولكنها تقلبات مناخيه، لانه في صدري ومساجد الاكارم طبعا اي شيء يتغير المفترض تكون يتغير ولا يعود الى ما كان عليه، فبالتالي هم طارحين مساله التغيرات المناخيه على اساس انه هناك اشتراك وعالمي وارتفاع في درجات الحراره، بالتالي زارت السيول وما الى ذلك. هذه حصلت يعني منذ نسمع الحديث هذا منذ عام 2007 ان مدن استثمار وسط غرق وكذلك بسبب ذوبان الثلج. فلا نحسب اخي صدري ومشاهدينا طارق طبعا مثل تلك التي طبعا تم التوقع لها في قبل، لكن التقلبات المناخيه على مر التاريخ الانسان لاحظها وشاهدها بل و يعني كانت ملموسه في سنوات عديده، لكن احنا ما يهمنا الان وهذه التقلبات المناخيه علينا الاستعداد لها. مثلا لاحظنا انه الاعاصير التي ضربت مناطق عديده من العالم وادت منذ عام 2005 الى كوارث بل واضرار ماديه دشينه نقول عليها بدات في كاتالينا في 2005 وهي وصلت في امريكا وراحت طبعا اخذت امريكا تقريبا 125 مليار دولار نتيجه هذا الاعصار في ايام قليله يعني تتجاوز الاسبوع. الامر الاخر نحن ايضا البحر العربي بدا يعني بدات طبعا الاضرار ملموسه وخاصه في الخليج كفتره ومناطقنا طبعا مناطقنا الساحليه الشرقيه في نهر وحضرموت. طبعا هنا الان بدات بعض الهطولات لديها في صنعاء ربما تسمع الان هطول الامطار الغزيره بدات الان هذه اللحظات في بعض مناطق صنعاء خاصه في همدان قلاع همدان محافظه صنعاء. هذه العاصير بلا شك هي دعوه لان يصحى الضمير العالمي ليراجع حساباته كثيرا
العالم أصبح مشغول بالحروب للأسف الشديد، فهذه العصير والجائحة التي تحصل هي فرصة أيضا أن يراجع الناس حساباتهم، أن يكونوا قريبين من الله أكثر. الباشمهندس رشيد العريقي كنت معي من صنعاء، شكرا جزيلا لك. السادة المشاهدين المحترمين، مرحبا بكم مجددا، وأنا أرحب بكم عبر برنامجكم رمضان كريم. في هذه الحلقة سيكون لدينا العديد من المحاور، منها كيف نخطط لشهر رمضان المبارك. لليوم في شهر رمضان المبارك أيضا سيكون لدينا فقرة صحية عن أهمية الصوم للمرأة الحامل أيضا، وأيضا لدينا منوعات الصباح. البداية إذن من المحور الأول، حيث كثير من الناس اعتاد أن يكون شهر رمضان بالنسبة له شهر للراحة والنوم ومشاهدة المسلسلات، بحجة أن الصيام شيء مرهق يجعل الإنسان غير قادر على العمل والإنجاز، ونسي هؤلاء أن أعظم الإنجازات عبر التاريخ هي تمت في رمضان وفي كل زمان ومكان. ويحتاج الناس سواء كانوا أفرادا أو جماعات إلى التفكير فيما يرغبون القيام به لبناء مستقبلهم وتحديد مصيرهم، وكيف يمكن أن يقوموا به على أحسن وجه بأقصر وقت وأقل جهد وبتكلفة ممكنة. بالطبع الناس كلهم كبارهم وصغارهم رجالهم ونسائهم عندما يفعلون شيء ما يفعلون عن طريق، هو البداية بتكون دائما من التفكير التخطيط، وربما الكثير من الناس يعيشون حياتهم دون أن يشعروا بأنهم يفعلون الأشياء عن فكر وتخطيط. ولكن الواقع إن ما من فعل أو عمل يصدر من الإنسان إلا ويصدر منه عن طريق أعمال الفكر والعقل، إنما الاختلاف هو بين فرد وآخر، بين مجتمع ومجتمع، هو ممارسة التخطيط الواعي والهادف، أو ما يعرف اليوم بالتخطيط الاستراتيجي، وهو ما يمتلك صاحبه رؤية واضحة لمستقبله وأدوات محددة وخيارات متعددة. حول هذا الموضوع يسرني أن أستضيف الدكتور أيمن الدهشان، خبير التنمية البشرية. دكتور أيمن، مساء الخير ورمضان كريم. رمضان كريم على حضرتك ورمضان كريم على كل المستمعين من الوطن العربي ومن دولة اليمن الشقيق. والله يا دكتور أنا كنت أتمنى وجودك في الاستوديو، لكن بسبب كورونا أصبح العمل عبر الاتصالات يعني. الحمد لله. دكتور أيمن، التخطيط هو أهم سر في نجاح الناجحين في الدنيا والآخرة بعد توفيق الله تعالى. بالطبع كيف يكون التخطيط لأيام رمضان، خاصة أن رمضان أعظم من أن نتركه بلا هدف وبلا خطة؟ طيب خلينا في البداية نقول أن الجميع لديه في رمضان 24 يوما، عفوا 24 ساعة داخل اليوم و30 يوم في الشهر، في الشهر بإجمالي 720 ساعة. ماذا أفعل في 720 ساعة؟ رقم واحد، إذا لم تخطط لرمضان فإنك تخسر الكثير، خصوصا في وقت الكورونا. صحيح. اليوم يجب أن نبدأ بالتخطيط لليوم بشكل جيد. إحنا يوجد لدينا فروض أساسية في الدين الإسلامي يجب أن نعمل عليها، مثل الصلاة، مثل الصيام طبعا، مثل الزكاة ودور العبادة، والذي نود من المجتمع في هذه الفترة هي كثرة جبر الخواطر، وبالتأكيد صلة الرحم في هذه الفترة مطلوبة بشكل كبير جدا وبشكل فعال، يعني نحتاج لمزيد من هذه الأمراض. بداية قراءة القرآن هي أول عنصر مهم جدا في رمضان، يمكن ما نحتاجه جميعا هو كثرة قراءة القرآن. وأنا هنا بقول إن أنا ممكن أخلص كل يوم على الأقل خلال من نص ساعة لساعة إلا ربع، ممكن أخلص جزء كامل في القرآن بتمعن، والجميع يحرص على ذلك في شهر رمضان. النقطة الثانية هي نقطة يعني لو احنا بنقسمهم لبعض الجوانب، احنا بنتكلم دلوقتي على الجانب الروحاني، والجانب الروحاني هي علاقتي بربنا سبحانه وتعالى وبداية إقامة كل الفروض. طيب الشخص بقى اللي كان بيعمل عمره وبيعمل بيطلع كل سنه رمضان عمره في مكه، يجب عليه التصدق بهذه الاموال، ويجب عليه
جبر خواطر المجتمع فيها في الفترة الصعبة. نقطة ثانية هي نقطة الصحة، والتي ينبغي على الفرد في رمضان تنظيم أكله، لأن نجد البعض يأكل بشراهة وبقوة أثناء الفطار، وبالتالي يقوم بإرهاق الجهاز الهضمي له، فيجب علينا الاهتمام بالصحة وأيضا ممارسة الرياضة، فالرياضة ليها جزء كبير جدا في هذه الفترة، حتى لو كانت رياضة قصيرة مثل رياضة المشي. جميل. طيب يبقى دي النقطة الثانية اللي هي كويس. النقطة الصحية يعني. طيب يا دكتور أيمن، شهر رمضان هل هو البداية والمنطلق، خاصة أن الله أراد لهذا الشهر أن يكون شهر التغيير وشهر الإرادة الخيرة والإرادة المؤمنة والإرادة العادلة، حتى يكون الإنسان الذي يتحرك في الحياة خير لنفسه؟ بالتأكيد، ويمكن عندنا أدلة بشكل كبير جدا في القرآن الكريم، أن احنا بنقول شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصومه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني هو ده اللي احنا محتاجينه، يعني ان احنا محتاجين ان احنا نفهم ان شهر رمضان ده شهر الواحد لازم يتقرب فيه اكثر لربنا سبحانه وتعالى، لازم يزود من الاعمال الروحانيه له، لا يجب على الفرد مراجعه نفسه باستمرار في هذه الاوقات، يجب على الفرد ايضا التصدق، والتصدق ليس مالا فقط، التصدق قد يكون ابتسامه، التصدق ان يكون بالكلمه كلمه الطيبه. طيبه، صحيح، التصدق قد يكون بالاعمال البسيطه الخيريه، ونجد الان من يريد التبرع، لدينا جميع الجهات الرسميه والجهات الخاصه الان اصبح لديها كود مختصر من الهاتف المحمول، تستطيع ان تحول لهم اموال تزكي بها نفسك وتزكي بها للامه العربيه يعني بالكامل، صدقه مثل الصدقه الجاريه يعني. الصدقه الجاريه بالضبط صحيح. كده، فهناك امور كثيره جدا، والان المجتمع بالكامل يمتلك الموبايل ويمتلك الجوال، من خلال الجوال تستطيع ان ترسل صحيح. الزكاه الخاصه بك. طيب ايضا يا دكتور ايمن، عفوا، انت طالما ذكرت المجتمع، ما هو التخطيط للمستقبل سواء على مستوى الفرد او على مستوى المجتمع؟ طيب التخطيط الان يجب على كل شخص الان ان يتاقلم مع اوضاع كورونا بالتعايش مع هذا المرض بمزيد من الاجراءات ومزيد من الحذر. يعني يجب علي قبل ما انزل من البيت ان يكون معي الواقي الخاص بي، القناع الخاص بي، الكمامه الخاصه بي، من لم يستطيع شرائهم يمكنه اعداد شيء من المنزل وضعه امام الفم وايضا الفم والانف، ويضعهم بحيث يحاول ان يغطي هذه المنطقه بشكل كبير، ان يتناول معه الاجهزه او الادوات الخاصه بالحمايه مثل الكحول، بحيث ان هو يبقى متعايش ويقدر ان هو يمارس بيئه عمله، لان يعني بعض البلدان لا تستطيع ان تصرف على الفرد لمده زمنيه طويله وهو صحيح. جالس بالمنزل، فيجب صحيح. علينا ان احنا نبتدي ان احنا نشغل نفسينا، نبتدي ان احنا نغير من طريقه افكارنا، وايضا التعايش مع العمل عبر المنزل، وهذه طريقه سليمه جدا وتستخدمها العديد من الدول اليوم، ان تعمل جميع اعمالك من المنزل. نرى المانيا، امريكا، يعني لا اتحدث عن دول، ولكن حتى مدغشقر وهي دوله افريقيه وغيرها من الدول الان يعملون جميعا ويقومون باداء الامتحانات الاونلاين، ويتعايش الفرد خلاص مع التواصل الالكتروني بشكل افضل، ونحن الان حتى مع حضرتك بنتعامل بشكل الكتروني صحيح. بشكل اكبر، يعني هو ده المدخل لمثل الظروف التي نعمل فيها، فلدينا حلول، فيجب علينا التعايش مع هذه الحلول، والمرونه مع هذه الحلول هي افضل شيء، المرونه والقدره على التكيف مع تخفيض تكاليف الفرد. يجب على الفرد ان هو النهارده كان لدينا مجموعه من المظاهر في الدول العربيه مثل الافطار بشكل كبير، العديد من المأكولات داخل الوليمه الواحده داخل رمضان، كل هذه الامور يجب تخفيضها ويجب ان تدار بالشكل الامثل، فاعتقد ان كورونا جاءت الى تصحيح ما
مفاهيم الإنسانية ومفاهيم التسامح ومفاهيم التكامل ما بين وما بين المجتمع. يجب على الدول العربية الآن أن تتكامل مع بعض في إيجاد أكبر قدر من الحلول لحياة سليمة وحياة صحية على المستقبل. فنجد بعض الصراعات الموجودة الآن داخل الساحة العربية لا نريدها أن تكون مستمرة. فنحن في شهر التسامح، شهر المغفرة، شهر التكامل، يجب علينا التفكير بشكل أكبر خلال الفترة القادمة. ذات يوم لابد أن ينتصر السلام دائما على الحرب. طيب دكتور أيمن، ما الفرق بين من يخطط ومن لا يخطط، وما هي أنواع التخطيط ومميزاته وأهدافه؟ طيب خلينا نقول أن الشخص اللي بيخطط هو الشخص اللي بينجح. لا يوجد شخص في مستوى العالم نجح بدون أن يخطط. فالشخص الناجح هو من سماته التخطيط، والتخطيط الاستراتيجي يعني أن تخطط لسنوات. يعني ماذا تريد أن تكون بعد 10 سنوات، ماذا تريد أن تكون بعد 5 سنوات، ماذا تريد أن تكون العام القادم. فيجب على كل فرد وعلى كل مؤسسة وعلى كل دولة أن تضع لها رؤية، والرؤية هنا تعني الحلم الذي يسعى إليه تحقيق الفرد بعد مجموعة من السنوات. وهي تميز الدول، أن هناك بعض الدول التي خططت في التحول الرقمي منذ فترات كبيرة، وهذه الدول التي خططت منذ فترات كبيرة الآن تحصد هذه المجهودات، خاصة بالتعليم، خاصة بتقديم الخدمات الإلكترونية. فنجد نموذج مثل دولة الإمارات، نموذج في غاية الإشادة، يجب الإشادة به في التحول الرقمي منذ العديد من السنوات. قاموا بتخطيط لهذا الشكل من التعامل، والآن أصبح لديهم مجموعة من الفرص الكبيرة جدا. ويجب علينا أيضا التخطيط الاستراتيجي في دوائنا، وحل كورونا هو إيجاد اللقاح. فيجب على كل الدول البحث العلمي، والبحث العلمي يحتاج إلى تخطيط ويحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى مجهود ويحتاج إلى ميزانيات ويحتاج إلى مصاريف كبيرة جدا للباحثين ودعم الباحثين في مجال الخطط الاستراتيجية لوجود لقاح. ماذا لو اتحدت الدول العربية لإيجاد لقاح للكورونا؟ ماذا ستكون فرصتهم الآن في الحياة الصحية وأيضا الحياة فيما بعد كورونا؟ فيجب علينا الآن زيادة التفكير الإبداعي والتخطيط الاستراتيجي إلى الوصول إلى اللقاح في هذه الفترة. فأتمنى من كل شخص أن يضع لنفسه خطة يومية يكتب فيها ماذا أفعل اليوم، ماذا سأفعل غدا، ماذا سأفعل في رمضان. ونتمنى يا دكتور أن يكون هناك دعم من الحكومات لدعم المراكز البحثية. أنا أتحدث طبعا بشكل عام في المجتمعات العربية. طيب دكتور أيمن، كيف يمكن لشهر رمضان أن يرافقنا طوال العام وأن نعيش بركاته وخيره حتى يحين شهر الصيام من العام القادم إن شاء الله؟ طيب بالتأكيد هناك قائمة من الأعمال اليومية التي يجب على الفرد أن يفعلها في رمضان وخارج رمضان. أولا هي إقامة الخمس صلوات، أذكار الصباح. وأذكار الصباح يمكن ليها فضل كبير جدا، وأتمنى من الجميع المحافظة والمداومة عليها. قراءة جزء من القرآن أو قراءة مجموعة من الآيات من القرآن ليس فقط في رمضان، يجب أن تكون الثقافة لدى الأمة الإسلامية والأمة العربية في ذلك. وأيضا أن مساعدة غيرك بمعلومة. يعني نجد الآن مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى مواقع لتنمية الفكر والوعي. فأنا عندما أساعد غيري بمعلومة أنا أكتسب ثواب أيضا. فيجب علي عمل مجموعات خاصة على برامج التواصل الاجتماعي، وهي متعددة الآن، مثلا واتساب أو فايبر أو فيسبوك أو تويتر أو جميع المواقع الآن يستطيع عليها الفرد أن يساعد غيره بمعلومة. ونهتم بقراءة الكتب، ونهتم بقراءة السيرة النبوية والدين والمراجعة في التاريخ إلى أوانه. أيضا تطبيق السنن المحببة مهمة جدا في هذا الفترة. وأتمنى أيضا ممارسة الرياضة وممارسة الغذاء السليم، الغذاء الصحي. يمكن الصيام ليه فوائد كبيرة جدا في أمور متعددة تأتي إلى الفرد بمجموعة من الإيجابيات في حياته. يمكن اليوم نحن نعيش في فرصة، ما زالت لدينا فرصة في السلام النفسي، فرصة كما حضرتك تكلمت على فرصة في التكامل، فرصة في التواضع، فرصة في التسامح. فالأمة العربية خلقت لأن تتعاون مع بعض، والإنسانية ويمكن حياة الإنسان هي
حياه من العطاء، فيجب ان نفوز برمضان، ولكي نفوز برمضان ونفوز فيما بعد رمضان نفوز بالعمل الصالح، نفوز بالتعاون مع الجميع. حتى ربنا سبحانه وتعالى كان يقول ان الذين يتلون كتاب الله واقامه الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور. اتمنى ان كل الناس النهارده تنشغل بالجانب الروحاني وتضعه في اول الاولويات، واذا اتجهنا الى هذا الاتجاه سنعيش في السلام، سنعيش في الامان، سنعيش في ما نريد وما نحلم به. طيب يا دكتور ايمن، انا افهم من كلامك انه هل يمكن ان نجعل من شهر رمضان شهرا للتخطيط والبرامج والمشاريع والانشطه وتنفيذها بطريقه تضمن لنا الصلاح في الدنيا والنجاح في الاخره؟ طبعا، هو ما افضل ان يكون تجارتنا مع ربنا سبحانه وتعالى، فهي دي افضل تجاره، ان تتاجر في بناء المساجد، ان تتاجر في المراكز البحثيه، ان تتاجر في زياده نشر الوعي، ان تتاجر في بناء المدارس والمستشفيات والجامعات. هذه هي التجاره السليمه. فنجد بعض الدول تنشغل بالاعمال الفنيه التي قد تكون غير سليمة في هذه الفترة، أعمال فنية أو أعمال درامية لا يريدها المجتمع. فنحن الآن في فترة أو نحن أمام اختبار لتخطيطنا فيما بعد. إذا لم نخطط ونستغل هذه الفترة بشكل جيد خلال فترة الكورونا، فمتى ستنخطط؟ فماذا سنخطط استراتيجيا؟ هذه فرصة لنا جميعا كدول عربية، كمجتمع، كمؤسسات، كدول، أن نتحد، أن نتعاون، أن نتسامح. فرصة في غاية الأهمية الآن إلى وضع خطط ماذا بعد الكورونا. إذا استمرت الكورونا ماذا سنفعل؟ إذا حدث أسوأ سيناريو ماذا سنفعل؟ يجب علينا وضع مثل هذه الروشتات، ولكن أعتقد أن لجوءنا إلى ربنا سبحانه وتعالى مع التخطيط الجيد سيجعلنا في مكان أفضل، وسيجعل بيئة أعمالنا هي البيئة التي تجذب جميع دول العالم إلى الوجود في الدول العربية، لما فيها من سلام، ولما فيها من أمان، ولما فيها من توافر، ولما فيها من إنسانية، ولما فيها من تسامح. وهذا هو الدين الذي بعثنا من أجله لإتمام مكارم الأخلاق. طيب، التخطيط هل هو تنظيم للذات وللفكر بشكل منطقي وترتيب للخطوات والإيضاح الطريق نحو الوصول إلى الهدف؟ بالتأكيد، لا يمكن تحقيق أي هدف بدون وجود خطة. وأنا هنا بقول إنما يجب علي إن أنا أقول ماذا بعد رمضان، ماذا بعد شهر من الكورونا، ماذا بعد 6 شهور من الكورونا. هل ستتحول حياتي إلى ثقافة لديها المزيد من الوعي؟ هل ستتحول ثقافة أسرتي إلى المحافظة على غسل جميع المأكولات؟ هل ستتحول ثقافتي إلى النظافة من الإيمان وستكون عادة لدي؟ هو لو حضرتك تلاحظ كده ان احنا الكورونا رجعتنا لبداية الحياة، بداية التسامح، بداية النظافة، بداية التخطيط، بداية ان انت حضرتك تفكر في الامور الروحانية اكتر. طبعا نحن رأينا جميع الطائرات الان موقفة، جميع الصواريخ الان موقفة، جميع الدبابات مغلقة، فالعالم النهاردة كله مغلق. فماذا تصنع الان لتدمير غيرك ولإيذاء غيرك؟ لماذا نصنع ذلك؟ أعتقد أن احنا لدينا فرصة ذهبية إلى العودة إلى ما بعثنا، وأن نكون نموذج عربي يحتاس به العالم جميعا، كما نحن نرى ثقافة، ما هي ثقافة الإتيكيت؟ هي ثقافة الدين الإسلامي. يا سلام، الدين الإسلامي هو الإتيكيت، التعامل الراقي. فعلا التعامل الراقي بالظبط. وعلى فكره يمكن انا بشيد هنا بكلام وافعال الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما كان يتحدث مع الناس كان يقول لا تكذبوا للجميع، تصدقوا للجميع، لا يميز بها اي دين، تسامحوا مع الجميع. يعني ما كانش بيحرص على ان هو يوجه الكلام ده فقط للدين الاسلامي، بل بيتعامل مع الجميع. احنا في فرصة عظيمة جدا، وانا بعتبرها ان هي ليست محنة وليس منحة،
منح الله لنا للرجوع إلى المسار السليم والمسار الصحيح الذي خلقنا من أجله، وهو التواصل والتعاون والتكامل والحب والتسامح والمغفرة والرجوع إلى ربنا سبحانه وتعالى. أصبح الآن لدينا أسرة مرتبطة ببعضها البعض، اليوم تجلس مع أسرتك أكثر من 8 ساعات في اليوم، وأكثر من 6 ساعات، وأكثر من 3 ساعات. كان البعض لا يجلس ولا يرى أبنائه، لا يرى أسرته، لا يرى زوجاته، لا يتكلم معها. برضو الجانب الاجتماعي خلينا نتكلم عليه، إنه هو بقى منفذ كبير جدا جدا لعلاقتنا مع بعض، لفهمنا لبعض، لتعاملنا مع بعض بشكل أفضل. إحنا صدقني أمام فرصة كبيرة وعظيمة جدا، ويجب على إعلامنا زيادة الوعي لدى المجتمع العربي حتى ينهض فكريا وليس دراميا. نحن نحتاج إلى مزيد من الوعي داخل مجتمعنا حتى ينهض بالشكل الأمثل. حتى يا دكتور أصبح الرجال يدخلوا المطبخ ويطبخوا ويمارسوا يعني عمل الطباخة بشكل ممتاز يعني. بالضبط. النهاردة الأسرة كلها متعاونة مع بعض، النهاردة الأسرة كلها بقت موزعة الأدوار ما بينهم، بقى في حاجة اسمها زي ما احنا بنسميها في إدارة الموارد البشرية الجوب ديسكريبشن، بقى كل واحد النهاردة ليه مهام، مين اللي بيشيل الأكل، مين اللي بيغسل، مين اللي بيطبخ، وبعدين بيبقى في تبادل، أنا النهاردة غسلت، انا النهارده هغير، انا اللي هعمل الاكل تاني يوم، انا اللي هجيب الاكل. بقت الحياه فيها مشاركه، المشاركه والتعاون، يعني حتى التشاور في الامر، ما بقاش حد النهارده بياخد قرار لوحده، حتى رئيس الدوله النهارده عنده مجموعه من الاستشاريين بيعتمد عليهم، لان ربنا سبحانه وتعالى قال في سوره الاعراف وشاورهم في الامر. ومعنى شاورهم في الامر ان احنا نتشاور جميعا، نتحاكى مع بعض، نشوف ايه الفرص اللي قدامنا، نشوف احتياجاتنا ايه لغدا، واحتياجاتنا ايه اللي بعد الغد. مهم جدا جدا ما نقوله، ويجب ان ينقل يوميا بشكل اكبر من ما نراه. طيب يا دكتور ايمن، التخطيط هل يقسم حياة الانسان الى مراحل ومحطات، وهل ممكن ان نقف عند كل محطة منها لمراجعة النفس؟ بالتأكيد هناك تخطيط بنسميه تخطيط قصير المدى، وهناك تخطيط طويل المدى. متوسط المدى، وهناك تخطيط طويل المدى. التخطيط قصير المدى هو تخطيط أقل من سنة، وفي هذه الفترة نحن نريد من زيادة الخطط القصيرة، وأيضا نستمر في الخطط المتوسطة اللي هي من قول من 3 سنين لخمس سنوات، والتخطيط طويل المدى هو أكثر بالضبط أكثر من 5 سنوات. يجب أن نضع هذه الخطة، وهي تعتبر اسمها تسمى بالخطة الاستراتيجية، وتنبثق من رؤية الدولة، وتنبثق من رؤية الدولة. إحنا عايزين نبقى مين كدولة، إحنا عايزين نبقى مين كشركة، إحنا عايزين نبقى مين كأسرة، إحنا عايزين نبقى مين كأمة عربية، نحن ماذا نريد. وهنا بشير وهنا بطلب من جامعة الدول العربية مراجعة الأهداف التي جاءت من أجلها، مراجعة الخطط مرة واثنين وثلاثة، مراجعة العلاقات ما بين الدول، ووجود هنا قدوة للدول بحيث تحتذي بالكلمة التي تصدر من هذا المجلس، وأن يكون التعامل والتكامل هو المدخل الوحيد لنا. يعني زي ما بنقول كده، المثل اللي بيقول لك لو بابك مقفول عليك محدش هيجي لك ومحدش هيجي يكسره، نقفل بابنا ونبدأ نراجع ما بيننا، ونبدأ نصلح ما بيننا، ونبدأ نهذب ما بيننا. الفترة اللي جاية دي فترة في غاية الأهمية، بدعو كافة الدول العربية وكافة المسؤولين في الدول العربية إلى مزيد من الخطط، سواء القصيرة المتوسطة أو طويلة المدى. بالضبط، يجب علينا أن طيب يا دكتور، يا دكتور أيمن عفوا، أفهم من كلامك أنه التخطيط هل ينمي المهارات والقدرات لاستخدامها في أي مكان، سواء في العمل أو الأسرة أو البلد؟ بالتأكيد التخطيط ينمي مجموعة من المهارات، وخاصة المهارات الشخصية. فنجب أن أول شيء في الإدارة وأهم أساس في العملية الإدارية هو التخطيط. التخطيط يمثل 50% من نجاح الأشخاص، وبعض الأبحاث تحدثت عن أنه يمثل 80%. فنجد أن التخطيط هي السمة الأساسية حتى في العلم. العلم عبارة عن مجموعة من الخطط، حضرتك بتخلص المرحلة الابتدائية دي خطة، ثم المرحلة الإعدادية دي خطة، ثم المرحلة الثانوية، ثم الجامعية، ثم فيما بعد الجامعية، ثم الدراسات العليا. هذه هي خطط،
حتى المال وعلاقتي بالأموال هي عبارة عن خطة. أريد الآن أن أحتفظ ب100,000، ثم أحتفظ بربع مليون، ثم نص مليون، ثم مليون. فهنا بننصح الناس إن هي وقت الفراغ استغلاله في التخطيط. يجب علينا أن نستغل وقت فراغنا في التخطيط، حتى في تخطيطي مع علاقاتي، حتى في تخطيطي في عملي المجتمعي، حتى في تخطيطي في صحتي. فأي تطوير للشخصية مبني على أساس التخطيط، وأهم جزء في التخطيط هي القراءة. هي القراءة التي تحصن وتقوي الفكر وتقوي العقل، صحيح. وهي الغذاء الصحيح له. فأتمنى أن نضع روشتة لنا. إن لدينا شاء الله. الآن في ما تبقى من الشهر حوالي أكثر من 650 ساعة لا زالوا موجودين أمامنا، يجب التخطيط فيهم بشكل جيد في رمضان حتى نخرج من هذا الشهر بالغفران والهدى من الله سبحانه وتعالى. دكتور أيمن الدهشان، خبير التنمية البشرية، شكرا لهذه المعلومات القيمة التي أتمنى أن نكون استفدنا منها كثيرا. السادة المشاهدين، فاصل ثم نعود لاستكمال المحور الثاني من الحلقة حول الصيام وأهميته للمرأة الحامل. ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا السادة المشاهدين، وللدخول في المحور الثاني، حيث يعتبر موضوع الصوم خلال فترة الحمل من أكثر المواضيع جدلا، والتي تثير العديد من التساؤلات لدى المرأة الحامل حول صحتها وصحة الجنين خلال الصوم. لذلك تلجأ العديد من السيدات للإفطار وعدم الصوم خوفا على صحتها أو صحة الجنين، إلا أن الدراسات العلمية التي أجريت على عدد معين من النساء الحوامل واللواتي يتمتعن بصحة جيدة قد أثبتت أن الصوم له الكثير من الفوائد على صحة الأم والجنين، كما أثبتت أن لا علاقة بين زيادة وزن الجنين خلال فترة الصوم أو عدمه، حيث يعتمد وزن الجنين على صحة الأم وصحة النظام الغذائي الذي تتبعه. معي عبر الهاتف الدكتور أحمد رفعت عدلي، استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب وعلاج تأخر الحمل والنساء والتوليد. دكتور أحمد، مساء الخير، رمضان كريم، وكل يوم وأنت بخير. مساء النور، والله أكرم، وكل عام وأنتم بخير وبصحة وعافية إن شاء الله.
دكتور أحمد، مع دخول شهر رمضان الكريم يتبادر إلى أذهان العديد من السيدات الحوامل أسئلة تخص الصيام أثناء الحمل وما له من فوائد وأضرار وخوف وقلق مستمر، فما هي فوائد الصوم للمرأة الحامل؟ هو يعني في دراسات اتعملت لي على السيدات الحوامل، تمام، وهي اثناء الصيام، يعني فايده الصيام بالنسبه للست الحامل. كان اهم نقطه في الدراسه اللي اتعملت دي ان الصيام بالنسبه للست الحامل بيقوي المناعه بتاعت الست الحامل، السيده الحامل المناعه بتكون قويه جدا مع الصيام للسيده الحامل. ودي احنا محتاجينها جدا في اثناء الحمل، لان اساسا الحمل بيبقى في المناعه. فلما السيده الحامل تصوم، تمام، وتكون الظروف مهيئه ان هي تصوم عادي، ما فيش اي مشاكل عندها ان هي تصوم، المناعه بتقوى. فبالتالي لو المناعه كانت قويه الست تكتسب الجنين كالاتي، بتكون مناعته قويه وتكتسب مناعه ضد الامراض، خصوصا اليومين اللي زي دول اللي حضرتك شايف فيروس كورونا، واللي هو اساسي فيه حائط الصد بتاعه ان مناعه الانسان تكون مناعه قويه. يمكن اهم نقطه اتعملت عليها الدراسات ان فائده الصيام للسيده الحامل ان هو بيقوي جهاز المناعه الخاص بها، وبالتالي يقوي جهاز المناعه للجنين. طيب دكتور احمد، هناك الخوف من تاثير الصوم السلبي على الجنين، كيف يمكن تجاوز هذه النقطه؟ هو حضرتك في سيدات ممنوع ان هي تصوم تماما، يعني في انواع من الحالات سيدات الحوامل لا يمنع ان هي تصوم، زي الستات اللي تعاني من اجهاض منذر، السيدات اللي تعاني من اجهاض متكرر، السيدات اللي حامل مثلا في كوائم 2 3 4 ممنوع برضه ان هي تصوم، السيدات اللي عندها ضغط، اللي عندها سكر، اللي عندها تسمم حمل، اللي عندها ربو حساسيه على الصدر، الستات اللي عندها اعراض ولاده مبكره، الستات اللي عندها انفجار مبكر في جيب الميه، الستات اللي في انخفاض في وزن الجنين وفي قله في السائل الامنيوسي، الستات اللي جالها قبل كده جلطات في الاوعيه الدمويه، يعني في الاوعيه الدمويه او سبق الاصابه ليهم، يعني لما عندهم جلطات حاليا لما سبق الاصابه ليهم في جلطات في الاوعيه الدمويه، السيدات اللي عندهم التهابات شديده في المسالك البوليه وتحتاج ان هي تشرب سوائل كل شويه وتاني، الحالات نزيف ما قبل الولاده، كل الحالات دي ممنوع ان الست السيده الحامل ان هي تصوم في الحالات اللي انا قلتها دي كلها. ما تصومش خالص، مفيش صيام. طيب يا دكتور احمد، الصيام هل يشكل ضررا على الجنين، وهل هناك تاثير سلبي على نمو الجنين؟ هو لا يشكل اي خطر على الجنين ما دام الظروف الصحيه بتاعت الست تناسب، يعني ما دام ما فيش عندها حاجه من اللي انا قلته من شويه، يعني ما دام الست ما عندهاش الحاجات اللي ممنوعه من الصيام، لا يؤثر الصيام لا يؤثر على صحه الجنين، ولا يؤثر على نمو الجنين، ولا يؤثر على السيده الحامل ما دام ما عندهاش اي مرض من اللي انا قلته من شويه. بالعكس ده بيدي مناعه قويه للام وللجنين. طيب يا دكتور احمد، افهم من كلامك انه من الامن الصيام اثناء الحمل في رمضان للمراه؟ من الامن جدا اذا اتبعت السيده الحامل النصائح المعروفه اثناء الصيام. انا مش هخليها تصوم وبعد كده تجهد نفسها جامد مثلا، يعني في نصائح معينه، هتصومي سيده حامل ما عندكيش الاعراض دي كلها او الامراض اللي انا قلتها وهتصومي، يبقى لازم في نظام معين لازم تمشي عليه. اولا يعني عدم التعرض لاشعه الشمس، لان هينقص السوائل معاها وهتنشف، ولازم تقعد في جو معتدل خصوصا في ساعات الظهيره، لازم تتجنب السيده الحامل ان هي تعمل اعمال مجهده اثناء الصيام، لازم تحصل على قسط وافر من النوم على الاقل 8 ساعات، لازم تعجل بالفطور وتاخر السحور، تمام، لازم لما تفطر الفطور في اثناء الفطور تكثر من السوائل، يعني اثناء من فتره الافطار حتى السحور الاكثار من شرب المياه والسوائل، يعني ننصح مثلا نحن ننصح اف 6 على الاقل 8 اكواب من المياه من فتره الافطار الى السحور، الاكثار من الخضروات والفواكه،
الافطار على مراحل، يعني ما تجيش تفطر الست تروح افطار وجبه دسمه على بعضيها، لا، وجبات متقطعه، يعني كانت شويه دلوقتي بعد ساعتين جزء، بعد ساعتين ثاني جزء، وتبعد عن تكون في نظام غذائي محترم كويس اثناء الفطار، يكون في كربوهيدرات وفي بروتين متوازن ووجبات متوازنه، تبعد عن الاغذيه البقليه، عن تجنب تناول كميات كبيره من الحلويات والسكريات، حاجات دي بتعمل مصرهات، تمام، تبعد عن المشروبات الغازيه وعدم الافراط فيها. لو الست الحامل عملت النصايح، لو ما عندهاش الامراض اللي قلنا عليها من شويه وعملت النصايح دي، الصوم بتاعها بيكون صحي 100%. جميل. ويكون ليه فايده ليها وللجنين بتاعها. دكتور احمد، هل يجب على السيده الحامل ان تكون دوما مستعده لكسر الصيام وتناول الطعام اذا ما شعرت بتدهور مفاجئ في حالتها الصحيه العامه؟ عندنا حضرتك اربع حالات اللي يجب كسر الصيام فورا فيهم. يعني هي صامت وتمام وزي الفل، وراح حصل لها اي حاجه من الاربعه اللي هقولهم دول، يبقى لابد من الست الحامل دايما لابد فورا تكسر الصيام، اللي هم ايه؟ اول حاجه ان هي تحس بصداع شديد، مش صداع عادي، لا، صداع شديد، اجهاد شديد، مش قادره تقوم من مكانها، اجهاد شديد، دوخه وزغلله، يعني دوخه وزغلله في الرؤيه، تمنع السيده من الوقوف، يعني تلاقي دايخه مش قادره تقف اساسا على رجليها. او رابع حاجه توقف حركه الجنين فتره طويله، يعني تتابع الحركه شغاله كويس وهوب كده الحركه راحت وقفت فتره طويله. لو اربع الحاجات دول حصلت منهم اي واحده، يبقى لازم السيده العامل فورا تكسر الصيام. الدكتور احمد، من خلال كلامك يعني تبادر الى ذهني سؤال، انه يعني هل يعني يجب تنسيق مواعيد العمل للسيدات الحوامل؟ هل هو مهم؟ وهل يمكن تاجيل الاعمال خلال فتره الافطار او تقليل ساعات العمل خلال الصوم قدر الامكان، وذلك يعني تجنبا للارهاق الزائد؟ والله هو يفضل طبعا ان السيده الحامل وبتعمل ان هي بتروح شغل وكده، قلة عدد ساعات العمل وعدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة أثناء الشغل، وإن هي عدم الإجهاد الشديد، ولو تعرف ما تشتغلش أثناء وهي صايمة وحامل يفضل الراحة التامة طبعا ما دام هتصوم وحامل. طيب يا دكتور أحمد، لو تحدثنا الصوم هل يحسن من الحالة النفسية للمرأة الحامل، خاصة أن العديد من السيدات قد يتعرضن للاكتئاب خلال فترة الحمل؟ والله حضرتك، هو المسؤول عن الاكتئاب أثناء فترة الحمل اللي هو هرمون الحمل، اللي هو هرمون البروجستيرون، هو اللي مسؤول عن الحالة النفسية بتاعة السيدات الحوامل. لا يوجد ارتباط وثيق ما بين الصوم وبين الحالة النفسية السيئة، يعني انه ان الصوم بيسبب حالة نفسية سيئة للسيدة الحامل، بالعكس، ده هي مثلا صامت طاعة لله عز وجل واستحملت التعب، وكمان في الصيام بيكون في قراءة قرآن، اعتقد يعني ان الامور هتكون نفسيا اكثر راحة من ان هي لو كانت فترة. طيب يا دكتور احمد، سؤالي الاخير، الصوم هل يحسن من اداء الجهاز الهضمي عند المرأة الحامل، خاصة ان العديد من السيدات يعانين من اضطراب في الجهاز الهضمي خلال فترة الحمل مثل عسر الهضم وارتفاع نسبة الحموضة في المعدة؟ نعم، ان الصوم فعلا من المؤكد ان هو بيحسن اداء الجهاز الهضمي بشرط اذا اتبعت السيده الحامل نظام غذائي سليم. اما لو هي اتبعت نظام اكل وكربوهيدرات كتير ولا نشويات كتير ولا سكريات كتير او نظام غير صحي للفطار، فده اللي بيسبب عسره. اما فعلا الصيام نفسه، لا، لو اتبعت نظام غذائي سليم اثناء الفطار او اثناء بعد الفطار يعني، او في السحور، هترتاح ومعدتها ترتاح والجهاز الهضمي يرتاح. اما لو اتبعت نظام غذائي غير سليم او غير صحي، لا، هتتعب ويحصل لها سوء هضم. اخصائي النساء والولاده الدكتور احمد رفعت، شكرا جزيلا لهذه المعلومات القيمه، واتمنى من السيدات انه يكونوا استفادين من هذه الفقره.
السادة المشاهدين، وصلنا إلى الفقرة الأخيرة من المنوعات، حيث سجلت عدسات الكاميرات على أحد الزوارق ظاهرة نادرة جدا لتوهج دلافين تسبح تحت المياه بطريقة ساحرة وفريدة لم يشاهد مثيلا لها من قبل. وسجلت هذه اللقطات في سواحل نيوبورت، حيث لاحظ ركاب القارب الدلافين تتوهج ليلا وهي تسبح عبر المياه في المحيط الهادي. واستخدمت الشرطة الهندية حيلة مرعبة لمعاقبة المواطنين الذين يخالفون أنظمة الحجر الصحي المطبقة في البلاد، وتعتمد الحيلة على إجبار المواطنين مخالفي الحجر الصحي على الصعود إلى سيارة إسعاف تحتوي في داخلها شخص يدعي أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، وكيف يحاول عناصر الشرطة إدخال الأشخاص إلى سيارة الإسعاف الموبوءة والتي يظهر في داخلها جسد إنسان مستلقي مصاب بفيروس كورونا المستجد. رقصوا هندي بحقه حقيقة. ذكرت صحيفة بريطانية أن كندي تمكن من استعادة سيارته المسروقة عبر استخدامه لمروحية عائلته الخاصة لتعقب لص سرق سيارته، وذلك على طول طريق سريع في كندا، حيث تمكن من اللحاق به والقبض عليه في أقل من ساعتين. وسجل المواطنون في مدينة البندقية الشهيرة مشاهد لم يكن ليتخيلوها. في مدينة البندقية أحد أشهر مدن إيطاليا، مشاهد رائعة لقناديل البحر تتجول في أقنية المدينة بالقرب من ساحة سانت مارك، وهي منطقة تعج بالسياح عادة، ووصف ظهور قناديل البحر بالزائر الأنيق لكونها تتجول بهدوء وصمت. وساهم انخفاض درجة الضجيج والتلوث في الجو الناجم عن توقف قطاع كبير من الأعمال والمصانع وآليات النقل بارتفاع عدد طيور فلامنغو المهاجرة بشكل كبير جدا في الهند. ونشرت مواقع التواصل مشاهد لأعداد كبيرة جدا من طيور فلامنغو في منطقة مومباي بالهند تفوق أعدادها السنوات السابقة بكثير. وفي الختام، الطموح في المستقبل يعني أن يرسم الإنسان لمستقبله الكثير من الخطط والأحلام والأمنيات، وأن يتأمل تحقيق كل ما يريد، وأن يسير نحو المستقبل دائما بخطة ثابتة يحرسها الطموح الكبير الذي لا تنثني عزيمته أبدا. فالحديث عن الطموح في المستقبل يعني الحديث عن إنجازات كثيرة يطمح الشخص إلى تحقيقها، وهذا يعطي دافعا كبيرا للعمل والإنجاز والاجتهاد وزيادة العطاء والاقتداء بالأشخاص المميزين الذين حققوا أحلامهم ووصلوا لأنجازات كبيرة توازي حجم طموحهم الذي كانوا يسعون إليه مع كل الود.